عليها في تسريع انجاز ديال المشاريع ديال الطاقات المتجدده. وصلنا 4.6 ديال الجيجاوات اليوم، وهي اللي وحفاها واحد الاستثمار ديال 60 مليار ديال الدرهم، وكتلبي ما يقارب تقريبا الخمس ديال الطلب ديال الكهرباء في الوطن ديالنا. فهاد الفتره ديال النصف الولايه الاولى ديال الحكومه عملنا رخصنا لاكثر من 2 جيجاوات، فهي اكبر قدره رخصات لها الوزاره في التاريخ ديالها خلال السنتين، بما فيها طبعا المناطق الصناعيه حتى هي ندمجنا فيها بعض المشاريع ديال النجاعه الطاقيه ايضا في نفس الوقت. في 2023-2027 شنو بغينا نديرو؟ بغينا اولا نزيدو نعزو المكانه ديالنا في الطاقات المتجدده، ونزيدو نعزو المكانه ديالنا في النجاعه الطاقيه، وايضا في الاندماج الجهوي. ففيما يخص الطاقة المتجددة، وكهذا الشيء مرتبط بالنجاعة الطاقية أيضا، جنزنا غادي ننجزوا واحد القدرة إضافية ديال 7.5 جيجاوات حتى 2027، وهذا الشيء ما تيخش بعين الاعتبار احتساب الهيدروجين الأخضر أو لا مياه التحلية ديال البحر. كاع هاد المشاريع ما داخلينش في هاد 7.5 جيجاوات، فإلا زدنا هاد المشاريع الأخرى غادي تزاد الطلب على الاستثمارات في هاد الميدان. فلذلك حنا بغينا نسرعوا الوتيره ديال الاستثمار السنوي من 2023 في هذا الميدان باش يوصل 15 مليار ديال الدرهم بما كان في ما بين 2023 و2027. شكرا سيدي. المحققه هي 37%. وزارتكم غير قادره على تحريك هذا الرقم بالزياده الحقيقيه المناسبه لما تدعونه من تحيين الاستراتيجيه وتسريع الوتيره. مدى حدود السيدة الوزيرة بمحطات الطاقة المتجددة بورز أزات، نور واحد، نور جوج، نور ثلاثة. الطاقة المتجددة التي يطلبها الفلاح والتعويض الذي يأخذه عن الطاقة الشمسية لا يتعدى 30%. لماذا لا يأخذ تعويضا ب 100% مثل ما يأخذه الفلاح الذي ينشد السقي بالقطرات؟ بالنسبه لهذا الامر هذا، طبعا ما غاديش نطمعوا في شي زياده كبيره بما اننا كنسقطوا في هذا القطاع في تضارب المصالح للسيد رئيس الحكومه. فسيفرط السيد رئيس الحكومه في 262 مليون بوطه غاز، هذه البوطه اللي مازال كيشتغل بها الفلاح في الفلاحه، اكثر من 30% من البوطه كتمشي في الفلاحه. الرقم ما شاء الله ديالو ديال 25% من الارباح ديال الغاز البوطان، 2 مليار ديال الدرهم اسهمه خضراء ما شاء الله في البورصه دائما طالعه. هنا كنتسائلوا على ذاك الرفع من الهدف ديال 62%، واش معقول؟ نتحدى أن تبلغوا هذا الهدف السيدة الوزيرة في أفق 2030 52%. أنتم غير قادرون على إنجاز هذا الرقم وعلى تحقيق هذه النسبة نظرا للوتيرة التي تدبرون بها هذا القطاع. شكرا. الزيادة شكرا.